اسلوب اللعبة شبه لعبتين، واللعبتين دولت من اجمل الالعاب. تفتكر لو اللعبتين دولت في لعبة واحدة ممكن ايه اللي يحصل؟ ولو جمعنا اللعبتين دولت هيطلعوا ناتج واحد وهو لعبة Remember Me. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. معكم احمد او نيفر مايند، وتقرير للعبة المنتظرة Remember Me. اولا، اللعبة تدور احداثها في سنة 2048 في مدينة باريس، وتتحدث عن التكنولوجيا الحديثة. نوع اللعبة مغامرة واكشن، واللعبة من منظور شخص ثالث، وحتلعب بالبطلة نيلين. اللعبة بتتكلم عن اختراق عقول الناس ومسح ذاكرتهم، والبطلة نيلين اللي انت بتلعب بيها هتكون احدى الشخصيات التي تسلسل الى ذاكرتك، وتستطيع ايضا التلاعب بعقلك وتخليك تقتل نفسك. ولكن للأسف لما البطلة يتقبض عليها يتمسح ذاكرتها، ومهمتها ان ترجع الذاكرة بتاعتها وتكتشف هويتها. والجيم بلاي اللي صدر للعبة يبين لنا ان البطلة نيلين اخترقت ذاكرة شخص وقامت بتغيير احداثه عشان يفكر انه قتل زوجته. هتقول لي عارفين الكلام ده وانت مش بتجيب حاجة جديدة؟ هقول لك اصبر اكمل. الشخص اللي اخترقت ذاكرته مفكر انه قتل زوجته او مراته، لكن هو اساسا ما قتلش زوجته. وهنا بقى يجي الاختراق، اختراق الذاكرة، بمعنى ان نيلين اوحت له انه قتل زوجته، ولهذا السبب الرجل المسكين قتل نفسه. يا خسارة. This, it was an accident. I won't give you the satisfaction. I'm so sorry, Alex. I'm so sorry. للأسف أليس ما لحقتش تفرح بالفالنتاين. المميز في الجيم بلاي هو ان فكرته جديدة، وما فيش اي لعبة في التاريخ عملت مثل الفكرة دي. والمميز اكتر اسلوب القتال الذي يشبه لعبة باتمان اركم، واسلوب الكافز الذي يشبه لعبة ميرو الديج. وكمان اسلوب القتال يوجد فيه 50,000 حركة قتالية زي ما الشركة مصرحت، واللعبة تعتبر فيها كل الكماليات، وده اللي احنا محتاجينه. واستعدوا للمفاجآت، الشركة لسه ما كشفتش عن كل مفاجآتها. رسومات اللعبة تبدو جميلة جدا، وده واضح من الفيديوهات، واللعبة هتكون من افضل العاب 2013، وان شاء الله شركة كامكوم ما تغلطش نفس الاخطاء في لعبة Resident Evil. وبس، ده كان التقرير، يا رب يعجبكم. عملوا لي سبسكرايب للمزيد من المراجعات والجيم بلاي والكونتريهات والتقارير. يا رب يعجبكم، وكان معكم احمد، والسلام عليكم. وياريت تقولوا لي في الكومنت رأيكم عن اللعبة. وبس.